إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد. على أنغام النشيد الوطني استهل البيجي قائد السبسي كلمته التي أكد فيها أن نداء تونس سيدعم حكومة المهدي جمعة شريطة احترام بنود خارطة الطريق. الحوار الوطني توفق إلى اختيار اسم لرئيس حكومة جديد، ونحن ما اخترناش وما صوتناش عليه ولكن رحبنا به، نعتبرها نقطة إيجابية على كل حال. وإذا كان الوزير الأول الجديد يلتزم بخريطة الطريق فإحنا باش نساندوه، وما ثماش مخرج آخر إلا باش نساندوه، لأنه هو في حاجة إلى المساندة. الندائيون نظروا بتوجس إلى دستور أقام الدنيا ولم يقعدها، ومجلس ضرب بكل التعهدات عرض الحائط، وإرث ثقيل خلفته الحكومة المستقيلة. اللي مازال يلزمه برشا خدمة هو أولا طبعا احنا في القريب العاجل أول شيء انتهاء من الدستور وتنحيته من الألغام المحطوطة فيه. ثم ناس عندهم في مخهم أنهم هم باش يربحوا الانتخابات التشريعية، لذلك عندهم في منتو في بالهم أنه هو رئيس الحكومة من هموما، يفصلوا له معناها في 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 سلطات سلطانية على قياسه. ان شاء الله الذكرى هذه المره الجايه نحتفلوا بها من غير وجود معناها الناس اللي قاعده تحكم اليوم، ان شاء الله المره الجايه نحتفلوا بها بوجود دستور، عدم وجود مجلس التاسيس العار اللي قاعد يقدم في صوره خايبه ياسر على الطبقه السياسيه في تونس. كما عبروا عن ثقتهم في شعب يفرض الاحترام والتقدير ويقف حصنا منيعا للدفاع عن مدنية الدولة التي وضع أسسها الزعيم الحبيب بورقيبة. احنا توا في بداية 2014، ان شاء الله الحكومة تكون في المستوى، وان شاء الله التوانسة يوقفوا لبلادهم باش يمنعوها من الأزمات اللي تعيش فيها اليوم على المستوى الاجتماعي والاقتصادي الأمني وكذلك السياسي. ويبقى السؤال المطروح، هل ستأخذ الحكومة الجديدة هذه المطالب الشعبية على محمل الجد؟ أم أنها ستصم آذانها وحدها؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال.